بالنسبة لكل الشعارات اللي أخذت في ذيك الفترة، ترى كلها بما فيه الهلال، النصر، الاتحاد، ما عدا الأهلي، لأنه الأهلي أخذوا من نادي آخر، كلها من السودان. اللي يقول غير كده أنا أتحدى إنه الهلال والأهلي والاتحاد والنصر وفي نادي آخر بالنسبة للوحدة من أندونيسيا، هذه كلها بعدين ما يعيبنا، يعني ما يعيبنا ان نحن نقول هذا الكلام. السر من السودان يعني غريبه، يعني كان في السودان كان حي اخواننا المصورين من السودان. انا اقول لك معلش، انتم تتكلمون على شعار، يا اخي المدربين كلهم كانوا سودانيين. صحيح، ايش فيك لعيبه؟ كل لعيبتنا وتطور كرتنا بدات من السودان. تتكلم على عالم اللعيبه مدربين. صحيح. يمكن صحيح. ابو تركي يعرفه. صحيح. اللي كان والشباب من اللي الله يرحمه، في حسن خيري، في خير وكونج، في لا يعني كل مدربين الأندية كان بدينا بالسودان، حتى حكام تتكلم على عمر، ترى حتى على الجمل من فين؟ ما بس على شعار، اتكلم على مدربين وتطور بدت من كرة السعودية السودانية، يمثلون فرق حتى جاء التصنيف قالوا خلاص. لين كان في لعيبه الاجانب. جميل، خلينا بس خلصت ابو عبد الرحمن. لا لا لا، انا اقول المعلومه اللي ذكرتها هي مجرد الايضاح، حتى ما ذكر ابو فار كان اول ما بدات الكره السعوديه، تاكيد الكلام ابو عبد الله، اللي يمثل الفرق لعيبه سودانيين، حتى جاء تصنيف الفرق وتسجيلها اصبح اللاعبين المحليين، ثم طبعا كان في لعيبه اجانب، بدأت ثلاث مراحل أو أربع، لكن في النهاية الكرة السودانية كان لها دور كبير في زرع بذرة الكرة السعودية اللي الآن نشوفها وصلت إلى كأس العالم. جميل، الدور عندك أبو عبد الله. ما كنت بس أعقب على هذا، لأنه أنا أذكر اللاعبة بالذات كانوا مميزين في نادي النصر، اللي هو علي جاجارين ومصطفى النقر، يعني كانوا مميزين يعني بعد قبلها كان بعد يعني هذا كان مميزين. و أشهر مدرب كان حسن خير، حسن خير وفيها حق التوم الشباب جبارة الله الله الله. التوم جبارة، التوم جبارة، نعم نعم، يعني مو بالكلام، مو متوقف على شعار سبي الدوديو، يعني في الأهلي كان برضو عشان مدرب حراس. نعم. فهذا اللي أتكلم عنه، يعني الكرة السودانية كانت متقدم علينا كثير. صحيح. وحنا بدأت الكرة السعودية تستقطب كوادر ونجوم من السودان، وبدأت الكرة السعودية بالذات النصر كان بداية إنجازاته من النجوم، كان الأجانب كلهم سودانيين، أذكرها اللي هو قلنا مصطفى وعلي جاجارين، يعني أنا أذكره حضرت مباريات لهم كانوا مميزين. فالسودان يعني علي جاجارين طلع من النصر صار سفير فنلندا، سفير نعم، يعني النصر نعم. نصر يخرج بعد سفرة. لاعبين وسفرة. أنا أذكر الحادثة في علي جاجارين كان الله يذكره بالخير، مدافع الشعب. أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل، حضارة ممتدة، حضارة